هنتكلم عن تشكيل الفريقين، وبالتحديد هبتدي بتشكيل النادي الاهلي واللي بيعود لحراسه المرمى النهارده محمد الشناوي عقب غيابه في المباراه السابقه. بالتالي الشناوي في حراسه المرمى امام رباعي خط الدفاع، كل من ايمن اشرف محمد نجيب، ناحيه الشمال علي معلول، ناحيه اليمين احمد فتحي اللي بيعود بعد غيابه في المباراه السابقه ايضا بسبب الاجهاد. في نص الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور، امامهم الثلاثي جونيور اجاي واللي بيبقى مكان عبد الله السعيد واللي غايب للاصابه طبعا بشد في العضله الخلفيه. ناحيه اليمين طبعا كوينج احمد حمودي، والناحيه اليسار طبعا متواجد اللاعب صلاح محسن، وفي الهجوم المهاجم الوحيد وليد ازارو، وهو هداف الدوري بروسيد 16 هدف حتى الان، ونتمنى له اكيد المزيد من التالق. ده التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده. لكن بالنسبه للبدلاء اللي اختارهم كابتن حسام البدري، شريف اكرامي في حراسه المرمى، اسلام محارب ووليد سليمان وحسام غالي، مروان محسن ومحمد هاني وبكماني ملمبي. ده كل ما يخص النادي الاهلي وتشكيل الفريق النهارده. لكن فيما يخص فريق الانتاج الحربي واللي عنده طموح كبير جدا من خلال هذه المباراه لتحسين طبعا الترتيب بتاعه في بطوله الدوري والوصول لابعد مدى في جدول الترتيب، وهيحاول انه يعمل ده على حساب النادي الاهلي، وده اللي ما نتمنوش ان شاء الله خلال مباراه النهارده. كابتن مختار اختار تشكيل في حراسه المرمى عامر رقم 16، رباعي خط الدفاع لؤي وائل رقم 5 ومعاذ الحناوي رقم 18 كمساكين، ناحيه الشمال اسامه محمد لاعب خبره كبيره جدا طبعا رقم 3، والسيد الشبراوي احد ناشئي النادي الاهلي رقم 22، في نص الملعب محمد محسن ليلى رقم 30، عبد العزيز مرسي رقم 15، امامهم عباس اميدو رقم 21، عبد الرحمن بدوي رقم 17، وفي خط الهجوم محمد خليفه رقم 7 والمتالق خالد قمر والمعار من فريق نادي الزمالك رقم 9، واللي احرز حتى الان طبعا 4 اهداف في خلال 5 مشاركات. ده بالنسبه للتشكيل الاساسي اللي اختاره كابتن مختار طبعا لهذه المباراه. بالنسبه لدكه البدلاء، محمد موسى رقم 1، احمد شديد الناوي رقم 12، محمد حسين عضل رقم 55 وهو احد ناشئي النادي الاهلي واللي انتقل في شهر يناير بالتحديد طبعا السابق ودعم صفوف فريق الانتاج الحربي، ايضا احمد شرويده رقم 11، اسلام رشدي رقم 10، محمد عصام رقم 28، وجيم ستيدي رقم 8. يعني الملفت خلال تشكيل الانتاج الحربي هو وجود اكثر من لاعب شاركوا مع النادي الاهلي بالتحديد في قطاع الناشئين زي لؤي وائل، معاذ الحناوي، سيد الشبراوي، احمد شديد اناوي، محمد حسين عضل، اكثر من لاعب، واسلام رشدي يمكن شارك فتره من فترات مع النادي الاهلي. ده بالنسبه لتشكيل الفريقين يا كابتن ميدو. لكن خليني سريعا نتكلم عن النادي الاهلي ومسيرته في بطوله الدوري، واحد الاهداف المهمه للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون واللاعبين مركزين عليها بشكل كبير جدا، وهو كسر الرقم القياسي بالنسبه للنادي الاهلي في عدد الفوز المتتالي.